ننتقل الآن إلى الزميلة ماري سلم المتواجدة في بيروت، تطلعنا على آخر التطورات فيما يتعلق بالأسواق الخليجية. الأسواق الإماراتية بدأت تداولات هذا الأسبوع اليوم. ماري، كيف تبدو الصورة؟ ما المحركات الأساسية؟ صباح الخير نور. فعلا يعني عم نشوف كنا اداء متباين بالاسواق الخليجيه، خاصه انه كان في عندنا افتتاحات خضراء بالكويت والقطر وابو ظبي، ولكن هلا الصوره عم تقلب شوي بالاتجاه المعاكس. ولكن في شغله كثير اساسيه نركز عليها هي احجام التداول. يعني بعدنا لحد اللحظه ما عم نلاقي احجام تداول قويه جدا بقلب الاسواق تدعم التراجعات او تخلق قلق من بسبب هذه التراجعات. يمكن صباح اليوم تركيز المستثمرين هي على الاسهم يلي تم الاعلان عن نتائج شركاتها بالاسبوع الماضي، ويلي كان متوقع انه نبلش نشوف نوع من جني ارباح من بعد ارتفاعات ممكن نكون شدناها على هذه الأسهم. ولكن هلا كمان في عنا موجة إدراجات أولية مثل ما ذكر محمد بالمقدمة تبعه، في عنا دبي، بدبي في عنا تعليم اليوم أعلنت عن نيتها للإدراج بآخر الشهر، المفروض ب 29 نوفمبر يكون التاريخ الإدراج بحسب البيان اللي صدر. في عنا إمباور هلا اليوم بلش الاكتتاب فيه، وصدر من شوي كمان خبر إنه تم الاكتتاب بالكمية كاملة لحديت هلا، يعني صرنا هلا بالاوفر سبسكريبشن تبع الاكتتاب. وفي عنا ادراج بيانات اللي هو يمكن الابرز اليوم اللي عم نشوف ادائه، عم بيتخطى 300% باول يوم تداول من اول ساعه ادراج. يعني عم بيكون في اقبال من قبل المستثمرين على الادراجات الاوليه بشكل كثير كبير، الزخم والاقبال عم بيكون بشكل ايجابي. يعني من بعد نجاح سالك بالنسبه لكثير من المستثمرين الاكتتابات الاوليه هي الطريقة السريعة بالنسبة لهم أنه يكونوا عم بيستثمروا بقطاعات مهمة، بنفس الوقت يلي بده يستثمر لفترات طويلة عنده هذه الفرصة أنه يكون عم يكتتب بهذه الشركات. وفي كمان أكيد طبيعة الحال دايما في عنا مضاربين بقلب الأسواق يمكن يكونوا هلأ عم بيدعموا هذا الشيء، ولكن عم بيكون الدعم فقط على الأسهم المدرجة مش على القطاعات بشكل عام. وعم نشوف في تراجع بالتداولات أو أحجام التداول على الأسهم الأخرى. اليوم يمكن الأبرز هو كمان سوق دبي المالي سهم اعمار يلي بعده عم سجل شويه تراجعات باحجام تداول بتتخطى ال 25% من الحجم الكامل تبع سوق دبي المالي. المستثمرين ناطرين نتائج اعمار تحديدا، ومثل ما دائما بيكونوا ناطرينها، فعم بيكون في ترقب من قبلهم ان كان على نتائج او حتى ادراجات اوليه وشركات، وكيف ممكن يكونوا هن عم بيستثمروا بالفتره المقبله، خاصه انه نحن تقريبا بعد عنا شهرين من العام وفي عنا تخبط بالاسواق العالميه ممكن انها تكون عم تاثر على قرار. فحنضلنا عم نشوف حذر وتأني بالاستثمارات اللي هن حياخدوها. وهلا بعد شوي ببلشوا يدخلوا كمان صناديق الاستثمار والفورن انفسترز يلي هن بيعتمدوا كثير على المؤشرات بالاستثمارات تبعهم وبالريبالانسنج اللي بتصير. شكرا لك ماري.